الرئيس السيسي يشارك في قمة إفريقية مصغرة حول تداعيات كورونا، ويؤكد على ضرورة مواصلة دعم الطواقم الطبية لمكافحة انتشار الفيروس. بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو الحالي. لجنة إدارة أزمة كورونا تقرر السماح بعودة السياح الأجانب بدءا من أول يوليو المقبل. لأول مرة في الشرق الأوسط، وزارة الصحة تحصل على خدمة تنظيم التبرع بالدم بالتعاون مع فيسبوك. بانوراما 8 مساء من النيل في القاهرة، طابت أوقاتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ضرورة الاستمرار في دعم الأطقم الطبية الإفريقية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من القارة الأفارقة تناولت تداعيات انتشار فيروس كورونا. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الحالي للاتحاد، والسادة رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة. أشقاء السادة الرؤساء المشاركين في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والسادة رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم لدولة بروندي حكومة وشعبا بأخلص التعازي في وفاة الرئيس نكرونسيزا. أود في البداية أن أعرب عن تقديري للدور الذي يقوم به أخي فخامة الرئيس رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي في قيادة جهود القارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إلى جانب جهود السادة الرؤساء أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي وكذلك السادة رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية. كما أود الإشادة بالدور الذي يقوم به معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد، والجهد الذي تقوم به إدارات المفوضية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، وكذلك أود الإشارة والإشادة بالمجهود الكبير الذي بذله السادة مبعوث الاتحاد الإفريقي المعنيون بحشد الموارد لمجابهة أزمة تفشي كورونا. السيدات والسادة، إن مواجهة الأزمة الراهنة تستدعي التعاون المتواصل بين دولنا في إطار مقاربة شاملة للحد من الآثار والتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في إفريقيا. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى نقاط محددة، وذلك على النحو التالي: أولاً، أهمية مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الإفريقية. ثانياً، يتعين علينا التنبه من استغلال التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في هذه الظروف الطارئة لتحقيق أهداف تنعكس سلباً على أمن ومستقبل القارة. وأود الإشارة في هذا الإطار إلى دعوة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الخاصة بوقف النزاعات والتركيز على مكافحة تفشي الفيروس، وذلك اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا. ثالثاً، إن اهتمامنا بمكافحة تفشي فيروس كورونا في إفريقيا لا يجب أن يشغلنا
عن الأولويات القارية في المجالات الأخرى اتصالات بأجندتنا التنموية 2063، وعلى رأسها مكافحة الجوع والأمن الغذائي وتطوير مشروعات البنية التحتية القارية. رابعاً، الحاجة إلى مواصلة العمل الإفريقي المشترك والبناء على النجاحات التي حققناها خلال الأشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه الأزمة من إيجابيات، وعلى رأسها قدرة الدول الإفريقية على العمل معا بروح تؤكد وحدة مصير القارة. خامسا، ضرورة مواصلة دعم الأطقم الطبية الإفريقية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، وكذلك مواصلة دعم الدور المهم للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض وصندوق الاتحاد الإفريقي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إفريقيا. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى تقديم مصر بالفعل مساعدات طبية عينية بشكل مباشر لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة. الأخوة والأخوات، أود في نهاية كلمتي أن أجدد التزام مصر بدعم جهود القارة الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدرات الدول الإفريقية واحتياجات شعوبها في مختلف المجالات، فضلاً عن التزامنا باستمرار التنسيق والتشاور في إطار مؤسسات الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الأزمة الراهنة. شكراً لكم على حسن استماعكم. قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا استمرار حظر الحركة من 8 مساء وحتى 4 صباحا بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى 1 يوليو المقبل. قرارات جديدة تهدف إلى عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويبدأ تطبيق تلك الإجراءات اعتبارا من 14 من الشهر الجاري وحتى نهايته، حيث أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام أن القرارات تعتمد على وعي المواطن وتتمثل فيه. أولا، استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا يوميا، وذلك اعتبارا من الأحد القادم 14 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالي، وكذلك وقف حركة النقل العام من 8 مساء يوميا. ثانيا، مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل بها في 6 مساء بدلا من 5 مساء يوميا طوال نفس الفترة. ثالثا، استمرار العمل بالنظام السابق لتخفيف الزحام في أماكن العمل المختلفة عن طريق تقسيم العمالة، ولكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته. رابعا، استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي. خامسا، السماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء من اعتبارا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بفتح دور العبادة، قررت اللجنة دراسة فتحها اعتبارا من 1 يوليو المقبل. دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من 1 يوليو مبدئيا، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقا لتطورات الموقف الصحي، وطبقا لمدى حرص المواطنين باتباع أجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولا بأول. سابعا، بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من 1 يوليو الحالي. ثامنا، عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب. التزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية والتقييم أولا بأول
يأتي من أهم اعتبارات اتخاذ القرار. وعي المواطن المصري ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية والاحترازية في التصدي لفيروس كورونا أصبح هو العامل الرئيسي في مساعدة الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة القادمة، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ تلك الإجراءات للموازنة بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري واستمرار عجلة الإنتاج. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال حملة تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصاب الفيروس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور خالد مجاهد أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و 65 عاما في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على فيسبوك من خلال خاصية تبرع بالدم الموجودة على الملف الشخصي، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع. تواصل المراكز الطبية ومستشفيات العزل في الشرقية استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا لتقديم الرعاية اللازمة لهم. خدمات تشخيصية وعلاجية تقدم على مدار الساعة للحالات المشتبهة أو المصابة بفيروس كورونا مستجد. مستشفى صدر الزقازيق بمحافظة الشرقية واحدة من تلك المستشفيات التي تقوم باستقبال وفرض الحالات بل وعزلها لتقديم أوجه الرعاية الطبية والتشخيصية لها بشكل فوري، إضافة إلى تجهيز وحدات للعناية المركزة مستحدثة بل وأسرة عزل لاستقبال المزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا. بيبقى في ناس عشان تشرف على عملية لبس الوقاية بالنسبة للهيئة الطبية اللي داخل أقسام العزل تقدم الخدمات الطبية. الحقيقة برضو اللي أنا عايز أقوله إن في يعني في خوف من الطاقم الطبي أو مقدم الخدمة اللي بيقدمهم، فبيستهلكوا مستهلكات زيادة، عذرينهم وبنقول طبعا إحنا يعني معاهم قلبا وقالبا. والحقيقة يمكن يعني الوزارة بتدعمنا، كمان المجتمع المدني بشكره، كمان هو كمان مش سايب المستشفيات، فيعني الحمد لله ما فيش صنف بينقص او يصفر في اي مستشفى. الفريق الطبي متخذ كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، المستلزمات الطبيه متوفره بكثره الحمد لله عندنا من اجل الحفاظ على الطاقم الطبي، لان هم دول ثروتنا زي ما حضرتك دايما بنقول جيش مصر الابيض. احنا هنا بنقدم، الاول كنا مبدئيا بنقدم خدمه الفرز للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لكن مع الوقت تحولنا لحجر برضو اضافه للفرز، فبقينا بنفرز الحالات في الاستقبال ونحجر الحالات اللي بتطلع ايجابي بعد كده عندنا وبتكمل معانا. كما تم تجهيز المعمل الاقليمي بمحافظه الشرقيه لتحليل عينات البي سي ار للحالات المشتبه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بشكل فوري وعلى مدار الساعه وفقا لمعايير الجوده العالميه التي اقرتها منظمه الصحه العالميه. بيجي لنا العينات من جميع المستشفيات في المحافظه عندنا، تمام، بيتم تجميعها هنا وبندخلها هنا الجهاز البي سي ار بيشتغلها، الجهاز بيشتغل 96 عينة في الرن الواحد،
وبنطلع النتائج، واول ما بنطلعها بنبلغها على طول لكل المستشفيات علشان يبتدوا ياخدوا اجراءاتهم يعني كده. ما عندناش ولا مسحه بتتاخر اكتر من 6 ساعات، جميع العينات تخرج خلال 6 ساعات من كل مستشفيات الاحاله والفرز والعزل، ما فيش اي عينه بتتاخر تماما. ده كان عهد بينا اول ما بدانا ان كل العينات تنتهي في نفس اليوم. هؤلاء هم جنود الجيش الابيض، خط الدفاع الاول لمواجهه فيروس كورونا، الذين يعملون على مدار الساعة بلا كلل أو ملل ليكونوا عند مستوى الحدث في تقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، داعين الله بتمام الشفاء. محمد حلمي، النيل. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافا حول ما حققه قطاع الأوقاف من إنجازات خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020، وأوضح أن الوزارة أنشأت 303 مدارس علمية، كما عقدت نحو 1300 ملتقى فكري، وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية، بجانب تسيير نحو 3000 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية، فضلا عن ضم نحو 2600 محافظ بالمكافأة أو تطوعا، بالإضافة لإنشاء نحو 15000 فصل لمحو الأمية. وبين أن إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه، مع زيادة رواتب الأئمة المعينين من 2205 إلى 2766 جنيها. تفقد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون الدفعة الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسي بشبين الكوم، تمهيدا لتوزيعها على مقار اللجان المختلفة بنطاق المحافظة. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن بوابات التعقيم من إنتاج مصنع 999 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وسوف يتم توزيعها بواقع بوابتين لكل لجنة، مشيرا إلى أن المحافظة بها عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية. وفي المنوفية أيضا أعلن المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر ب 25 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى رصد 30 مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية، وذلك للتدخل الفوري والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها. وصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل إجراءاتها لضمان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات داخل وسائل النقل المختلفة، كما تواصل المتابعة الميدانية لقرار حظر تحرك المواطنين ومواعيد غلق وفتح المحل. في محطات مترو الأنفاق وعلى أرصفة محطات السكك الحديدية يبدو واضحا الالتزام، والذي امتد أيضا إلى مواقف أتوبيسات النقل العام ومحطات شركات نقل الركاب للمحافظات وداخل السنترالات ومكاتب البريد. كما يبدو واضحا الوجود الأمني والخدمات الأمنية والتي تنتشر هنا وهناك لأداء دورها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفي هذا الإطار كثفت من حملاتها الأمنية للمتابعة الميدانية لمدى التزام المواطنين بهذا الإجراء الاحترازي، سواء في محطات السكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق ومواقف أتوبيسات النقل العام ومحطات شركات نقل الركاب للمحافظات والسنترالات ومكاتب البريد. النهاردة حصل موقف قدامي وأنا داخلة، كانوا في ناس داخلين من غير كمامات ما رضيش يدخلوا من مترو. بأثمن دور وزارة الداخلية في نشر التوعية ما بين الناس ومتابعة قرارات الدولة وتنفيذها. هنا الكل يرتدي الكمامات الواقية وسط إجراءات أمنية
اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الالتزام مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو أمر يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وصحتهم. الشرطة أخذ موضوع الكاميرا ده بجدية، والجدية كويسة جدا، بس يلزمنا التزام من طرفنا احنا كمواطنين. التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية هو طريق للعبور من أزمة كورونا، يقابله جهد متواصل لأجهزة وزارة الداخلية لضمان تنفيذ تلك الإجراءات بكل حسم وفاعلية. بالتزامن مع تلك الحملات، تواصل أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل قرارات مجلس الوزراء بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية من خلال الخدمات الأمنية على مستوى الجمهورية التي تتولى المتابعة الميدانية لمدى التزام القائمين عليها بتلك القرارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لها. كما تنتشر الخدمات والارتكازات الأمنية يومياً لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار الحظر. جهود وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذ للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته. مشاهد تعكس مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في كافة وسائل النقل وعند إنهاء الإجراءات في المصالح المختلفة في ظل وجود أمني مكثف لمتابعة مدى الالتزام حرصا على سلامة وصحة المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه الذي يشغله منذ عام 2016 وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء. الأسد كلف عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد اللغيط إن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها. وشدد أبو الغيط على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأضاف أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته الجوية استهدفت عربات وتجمع أفراد لقوات ما يسمى حكومة الوفاق في منطقة السدادة شرقية مصراتة، وأن الإصابات كانت مباشرة في صفوف المرتزقة والميليشيات المسلحة. وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أكدت استمرار الطلعات الجوية لسلاح الجو لصد هجوم قوات الوفاق من أجل السيطرة على مدينة سرت. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 7.5 مليون، في حين بلغت حصيلة الوفيات نحو 420 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة الحصيلة عالميا إذ يفوق عدد المصابين فيها 2,066,000، وبلغ عدد الوفيات بها أكثر من 115,000 حتى الآن. قالت ماتشي ديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن القارة السمراء تشهد تسارعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ما يستلزم فرض ضوابط مشددة. يوجد في أفريقيا أكثر من 200,000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقدنا للأسف أرواح 5,000 ضحية بالمرض. لقد استغرق الأمر 98 يوما للوصول إلى أول 100,000 إصابة، بينما لم يستغرق سوى 19 يوما فقط للوصول إلى 200,000. وعلى الرغم من ذلك تعد هذه الإحصاءات أقل من 3% من حجم الإصابات بالوباء على مستوى العالم. أتوقع استمرار الوباء بعض الوقت في أفريقيا حتى يمكننا الوصول إلى لقاح فعال.
دعت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفا يوهانسون دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع جميع القيود على التحرك عبر الحدود بين دول الاتحاد. نوصي وندعو جميع الدول الأعضاء لرفع جميع قيود التحرك عبر الحدود الداخلية بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا. ندعو لذلك لأننا نعلم الآن أننا بوضع جيد حيث يتحسن وضع الوباء وتتقارب حالته بجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى تقرير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض بأن القيود المفروضة داخل الاتحاد الأوروبي ليست فعالة في التعامل مع الوباء في الوقت الحالي، كما أن الدول الأعضاء تطبق إجراءات احتواء الوباء مثل التباعد الاجتماعي، لكن ليس من الممكن حاليا رفع قيود السفر خارج دول الاتحاد الأوروبي، لكننا سنقوم بذلك تدريجيا بدءا من الأول من يوليو، وسينطبق ذلك على جميع الدول النامية التي تتمتع بنفس الأوضاع الصحية في الاتحاد أو تكون أفضل منها. تستمع نيابة بيرغامو شمال إيطاليا لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي في إطار تحقيق حول إدارة وباء كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد. وأكد كونتي أن الاستماع لإفادته سيتم الجمعة. الشيء الذي سأقوله للمدعي العام في ضوء ما تم إعلامي به من حقائق، سأقول له، سأشرح لك كل ما أعرفه بوضوح، أنا لست قلقا للغاية. الأمر لا يتعلق بتكبر مني أو اعتزاز بنفسي. لن أعاقب على تصريحات المدعي العام التي أدلى بها للتلفزيون الرسمي، فسوف نلتقي رسميا لأعرض عليه جميع الحقائق التي أعلمها بهدوء تام. قال جوزيف بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية إن الوقت حان لتغيير تطبيق قوانين الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. لقد رأى العالم كله وحشية ما حدث، وكما ترون ملايين البشر يحتجون الآن. لقد رأوا شرطيا يضع ركبته على رقبة شخص 8 دقائق و46 ثانية مما أودى بحياته. هذه لحظة التغيير الجوهري في أمريكا، تغيير الشرطة. لقد جاء التغيير متأخرا. الأمر يحتاج إلى ما هو أبعد من إصلاح الشرطة. يجب أن نغير تطبيق قوانين الحقوق المدنية. يجب التأكد من تمكين أي طفل من التعليم بمساواة حقيقية. في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى إزالة 11 تمثالا لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفدرالية ضمن جهود مبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد. ولا زالت تداعيات وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد تتوالى، حيث أسقط حشد من المحتجين تمثالا لمكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس في سان بول المجاورة لمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية. ويعترض النشطاء من الأمريكيين الأصليين منذ فترة طويلة على تكريم كولومبوس ونصب تماثيل له، معتبرين أن حملاته في الأمريكتين أدت إلى الاستعمار والإبادة التي تعرض لها أسلافهم. كان متظاهرون قد أسقطوا في وقت سابق نصبا لكولومبوس في ولاية فيرجينيا وإلقائه في بحيرة، وذلك قبل ساعات من العثور على رأس نزعت من تمثال لنفس المكتشف في بوسطن. ولم تقتصر عمليات التخريب على تماثيل كريستوفر كولومبوس، بل امتدت أيضا إلى تماثيل زعماء الكونفدرالية إبان الحرب الأهلية الأمريكية. المتظاهرون قاموا برش الطلاء على جميع تماثيل تلك الحقبة، وأسقطوا تمثال زعيم الكونفدرالية جيفرسون ديفيس في ولاية فيرجينيا في الوقت الذي دعت فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى إزالة 11 تمثالا لعسكريين وسياسيين في الحقبة الكونفدرالية من مبنى الكابيتول، ووصفتها بتماثيل الكراهية التي تشكل إهانة بشعة لمثل الديمقراطية والحرية. من جهته رفض الرئيس دونالد ترامب قطعيا مقترح إزالة أسماء قادة كونفدراليين عن قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، معتبرا أن تلك القواعد أصبحت الآن جزءا من التراث الأمريكي.
يذكر أن الحرب الأهلية التي اندلعت في الولايات المتحدة بين عامي 1861 و1865 كان سببها الأساسي نظام العبودية الذي انقسمت بشأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت هذا النظام ودعت إلى إلغائه، وأخرى جنوبية رفضت تحرير العبيد وأعلنت انفصالها عن الاتحاد وتأسيس كونفدرالية، ولكنها هزمت على يد جيش الشمال. هذه البانوراما مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد قليل حراس الأحياء جرل دائر في تركيا وسط اتهامات لأردوغان بالسعي لإنشاء ميليشيا موالية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. وقفاتنا في هذه البانوراما مع الزميل الأمير داود مع أنباء الاقتصاد. تفضل أمير. شكرا جزيلا لك أيمن، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. رئيس الوزراء يتابع برنامج التحول لمنظومة الري الحديث ومشروعات الري لتنمية سيناء. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، وكذلك مشروعات الري التي يجرى تنفيذها لتنمية سيناء. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تجربة ناجحة قامت بها وزارة الري بتمكين المزارعين بأنفسهم من تنفيذ مشروع الري الحديث الخاص بكل منهم، وهو ما خفض تكلفة تحويل الفدان من الري العادي إلى الري الحديث، وهو ما دفع للتفكير في أن تكون هناك مبادرة بين وزارة الري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل العمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من الري العادي الغمر إلى الري الحديث عن طريق توفير قروض ميسرة للمزارعين. قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر ب 500 جنيه بدءا من يوم 21 إلى 25 من يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكرت مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عن صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية
على تليفون الشخص المستحق، كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا. وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف ب 48 ساعة. أعلنت وزارة القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تجاوزت 181 مليون جنيه لأكثر من 172 ألف عامل يعملون في 1780 منشأة متضررة من جائحة كورونا، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى يصل إلى 600 جنيه. وأوضحت الوزارة أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات للمتضررين من وباء كورونا قد وصل حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 2020 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف. قالت وزارة المالية إنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهري أبريل ومايو، ليصبح إجمالي ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضي وحتى نهاية مايو 5 مليارات و200 مليون جنيه. ومن المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخرى خلال يونيو الحالي. وأضافت الوزارة أن ذلك يسهم في توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة كورونا حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية. استمرارا لجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل، وقعت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة للطاقة عقد مشروع إنشاء محطة محولات بتكلفة إجمالية تصل إلى 275.90 مليون جنيه. وأوضحت الوزارة أن تمويل المشروع سيكون عن طريق المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدة التنفيذ التعاقدية تصل إلى 12 شهرا. ختام نشاطنا الاقتصادي، وعودة من جديد إلى الزميل أيمن السيد واستكمال البانوراما. شكرا جزيلا لك أمير على هذه الوقفة الاقتصادية، وبالتأكيد سنعود إليك لاحقا. تبنى البرلمان التركي في وقت مبكر اليوم مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير من صلاحيات من يوصفون بحرس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن أي إخلال بالنظام العام، في حين يتهم المعارضون الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء ميليشيا. حراس الأحياء أم حراس النظام؟ جدل أثاره قانون تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من تمريره في البرلمان. بمقتضى القانون الجديد، حصل حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن أي إخلال بالنظام العام على الصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها قوات الشرطة، وبذلك سيكون بإمكان حراس الأحياء حيازة واستخدام أسلحة نارية حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم. المعارضة التركية وأبرزها حزب الشعب الجمهوري اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء ميليشيا موالية له بدلا من تعزيز دور الشرطة. أما الحزب الحاكم فيعتبر أن صلاحيات حراس الأحياء الجديدة من شأنها مساعدة الشرطة بفعالية أكبر في الشارع. ويرجع تاريخ نظام حراس الأحياء المرتبط بوزارة الداخلية إلى أكثر من قرن، لكن دور الحراس شهد تطورا كبيرا بعد محاولة انقلاب فاشلة وقعت في عام 2016 ضد أردوغان. ويبلغ عدد حراس الأحياء في تركيا أكثر من 28 ألف شخص. معنا في البانوراما بعد قليل جدارية على
جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة لتكريم جورج فلويد. نتحول الآن مرة أخرى إلى الزميل الأمير داود، وهذه المرة قراءة رياضية، تفضل أمير. شكرا جزيلا لك أيمن، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الرياضية وأهم ما نتابع فيه. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبحث مصير بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.